عشان كده من اول كلمه بنقولها اول ما بيهلع علينا شهر رمضان بنقول ايه؟ رمضان كريم. رمضان كريم لما بنبقى كرمه مع بعض، لما بنبقى كرمه في التراحم ما بيننا وبين الناس، كريم في الخير والبركه اللي بتهل علينا لما بنكون فعلا واقفين جنب بعض وبنساعد بعض وبنرحم بعض. الحديث الشريف بيقول: مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. واحنا في رمضان الحقيقه بنكون كلنا منا فعلا شخص واحد جدا. بنلاقي بقى العادات والطقوس الرمضانيه اللي احنا متعودين عليها اللي ممكن تكون بتختلف من مكان للتاني ومن بلد للتاني، لكن دايما هتلاقي في حاجه مشتركه ما بينهم. العادات دي بيبقى مشترك بينها التراحم والتكافل. هنلاقي ده موجود في كل مكان حوالينا. هنلاقيه في مائده الرحمن اللي بيتجمع عليها الناس، هنلاقيه في مائده الرحمن اللي الناس بتقبل عليها وهم ماشيين في الشارع كده وقدن عليهم المغرب، او مسافرين او ناس محتاجين، او حتى وقت جائحه كورونا لما كانت الناس عاملة الموائد وتقول لك تعالى خد فطارك وافطر في بيتك. مائدة الرحمن في مصر مش بس للتكافل، لا دي كمان بتكون للمحبة، زي الموائد اللي بنلاقيها وبيعملها اخواتنا المسيحيين، وبتكون عادة عندهم في شهر رمضان ومتمسكين بيها عشان تخلق نوع من المحبة والتراحم والتلاحم بين نسيج الوطن. ودايما احنا دايما ايه، يمكن مركزين دلوقتي في كلامنا على موائد الرحمن، لكن عمل الخير والتكافل مش فقط موائد رحمن، احنا بنتكلم كمثال فقط، لكن في الحقيقه اكبر من كده بكتير. بنشوف ده في ملايين الكراتين اللي توزعت على الاسر الاولى بالرعايه، سواء من صندوق تحيا مصر او من مؤسسات الدوله او من مؤسسات المجتمع المدني. عمل خير الحقيقه في رمضان والتكافل هو السبب الحقيقي لحاله البهجه والموده اللي دايما احنا بنشوفها في وشوش الناس. بنصبح على حضراتكم مره تانية، اهلا بيكم حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.